السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا تنحييو السي شطو الزبير على الغيرة ديالو على الثقافة في مدينة مغرب ديال الزربون، كذلك نحيي السي جواد الشبيهي الرئيس الذي غادي نطلقوا معاه إن شاء الله كيبقى في واحد المستوى آخر من الثقافة اللي كتعرف أولا بالإعلام ديال مدينة مغرب ديال الزربون. وكاينين جمعيات بحال الأوراج بحال واحد مجموعة الجمعيات بلا ما نذكر الأسماء اللي مشاو بعيد، ولكن دابا تنشهدو بعد كورونا واحد النوع من الفطور. حنا مع العالم الكبير اللي عندنا مولاي ديال الزربون هو واحد الميمو نحلينا عينينا، حنا كنسمعوه وتلمدنا عليه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، سواء في الكشفية أو في جميع الفنون. غادي نجاوب على سؤال لأن اقتطفته من التقديم ديالي اللي درت للديوان مع السي محمد عويدات، هو معنا تعاوننا على هذا الخير هذا، وما ننساوش السي محمد الإمامي هو معنا، وكذلك السي محمد محاشي والإخوان، والسي توفيق البيض اللي هو مول الطباعة. غادي نجاوب على سؤال أساسي في علم السلالات الإثنولوجيا والأنثروبولوجيا، علاش سعل الليمون متعدد المواهب؟ هذا سؤال مركزي، لأنه بكل بساطة ينتمي إلى عائلة فنية مشهورة في مدينة مولاي إدريس زربون وإقليم مكناس، بل وباقي ربوع المغرب، وذلك لأن جده لوالده أحمد ميمون كان متشبعا بالمقامات الصوفية مديحا وسماعا وذكرا وتعبدا، أما جده لأمه إدريس الزموري فكان مولعا بالموسيقى الأندلسية الأصيلة، وكان يتميز بذاكرة قوية حيث كان من حفاظ الأزليات والحكايات الشعبية المتنوعة، علاوة على كونه كان ماهرا في صناعة نواعير نقل الماء بطرق تقليدية، وما زالت آثار هذه النواعير والطواحن على ضفاف نهر وادخومان على مستوى عين ليلي وما جاورها قبلة إلى مجرى عين الحامة. هذه معطيات أساسية. وبالنسبة لأمه حبيبة الزموري فكانت محبوبة، وهذه نقطة أساسية في علم السلالات، كانت أساسية في الأوساط الزرهومية الشعبية منها والراقية، وخاصة أسرة الشرفاء الأدارسة، لأنها كانت تتمتر بروحها المرحة وإتقانها لتقنية الحكي الشعبي وفك الألغاز والأحاجي وإتقانها لتقنية الحكي الشعبي، كما أنها كانت تجيد غزل الصوف، وهي حرفة كانت تحظى بمكانة خاصة في المجتمع الزرهوني، لأنها كانت تشكل أساس صناعة الخرقة الزرهونية اللي بدات كتنضاطها الخرقة الزرهونية، وبفضلها تفنن الخياط الزرهوني التقليدي في صناعة الجلباب الزرهوني الذي طارت شهرته في باقي حواضر ومناطق المغرب على مر العصور. الخرقة الزرهونية كانت سباقة لا للشاوية ولا الوزانية ولا لكل شيء، الزرهنة راه كيعرفوا هذا الشيء. إن النبش في تاريخ عائلة علال ميمون يؤكد لنا بالملموس أنها كانت عائلة متعددة المواهب. هذا هو الجواب على السؤال. راه علال ميمون ما جاش داك الشيء من فراغ. الإخوة ديالو كاملين، باش ما نطولش، الإخوان ديالو كاملين بدءا بمحمد ومحمد وعبد الرحمن وكلهم كانوا فنانة امتهنوا مهنة الجزارة والحلاقة، وهذاك الحانوت ديال الحلاق ملي كنت كتدخل عنده
كتلقاه آية أولا في الجمال، فيه الطيور، فيه جميع الأنواع ديال الموسيقى. كنا كندوزو من حدا داك الحوانت وكنسمعو محمد عبد الوهاب، كنسمعو أم كلثوم، كنسمعو الأغاني الخالدة. ولهذا فغادي نخلي فرصة للإخوان باش ما نطولش عليهم، وهذا الشيء رانا كاتبو في المقدمة ديال الديوان، وهضرت على هذا الشيء اللي هضر عليه السي جواد الشبيهي، الدور ديال المسرح، كذلك الدور الكشفية وجميع المعطيات التي كانت بيئة مولد الزرمون الثقافية تحفل بها، منها تلمذنا وتعلمنا قبل ما ندخلوا للمدرسة. جمال عبد الدين المرزوقي على الإيجاز قبل كل شيء، وانت رجعتي لنا النسب والمرجعية الثقافية اللي نهل منها أستاذنا علال ميمون. بطبيعة الحال مربوط العالية ديوان سجلي جميل في العنوان ديالو، كنحسو بتبقى البيت لنا مرمة المعاني، والمرمة كيعرفوها الصناعي الصناعة التقليديين أكثر انها هي واحد الاطار اللي كتشتغل عليه الطرازه، في الطرز الرباطي، الطرز الفاسي، التبريس، ومجموعه من الفنون النسائيه، وكذلك كاين المرمات المنسج ومجموعه من المرمات. على العموم لا اطيل، اما المعاني فمعناها ومعانيها كثيره، وهذا الديوان انا فقط باطلاله بسيطه لقيت فيه النسمه ديال التصوف، وماشي بعيده على استاذنا حكم انه عاش في هذه المنطقه ديال وليد الزرون اللي كتعتبر رائده في هذا المجال. ونسمه كذلك ديال المواعظ، وحنا كنعرفوا منطقه وليد الزرون والناس اللي كانوا فيها كيفاش كانوا حتى البهلاء ديالها كينطقوا بالحكمه، فمن احرار المثقفين ديالها. فغنعطي الكلمه للاخ اخر الشاعر والقص سيدي محمد عويدات ليدلي إشارة أخرى قبل أن نمر إلى الأساتذة الكرام بطبيعة الحال لتقديم الكتاب. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم.